ما حكم كتابة الوصية؟ هل هي واجبة؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الوصية على قسمين، قسم واجب وقسم مستحب. القسم الواجب إذا كان على الإنسان ديون أو عنده أمانات أو له ديون على الناس ليس فيها وثائق فإنه يوصي بها، يجب عليه أن يوصي بماله وما عليه وما عنده للناس من أمانات وودائع حتى لا تضيع على أهلها بعد وفاته، هذا واجب عليه. ولهذا جاء في الحديث ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، هذا في الأمور الواجب. أما الوصية المستحبة فهي أن يوصي بثلث ماله فأقل في وجوه الخير لغير وارث، أن يوصي بثلث ماله فأقل في وجوه الخير ويكون لغير وارث، لأن هذا يجري عليه نفعه بعد موته فهو مستحب. ولكن إذا كان ورثته محتاجين فكونه يترك المال لهم ولا يوصي أحسن، قوله صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وهو مأجور إذا خلف لورثته المال وانتفعوا به وأغناهم عن الناس فإنه مأجور على هذا ولو لم يوصنا.